يا اهلا يا اهلا يا اهلا، تفضلي دغري، هيدي قهوه الاهلا وسهلا مثل ما بقولوا. بعرف انه كثير بتشربي قهوه. مزبوط، وهيدي مشهوره عند كمان لبيرتي قهوه اهلا وسهلا. يعني كم فنجان بالنهار بيلحقك؟ كثير، وانا بشربها دبل، يعني بحطها هيك بالمج الكبيره. القهوه التركيه يعني اللبنانيه الاصليه؟ إيه؟ والله طب ما بتحس هيك ما بيجيك رشفه مثلا دقه قلب شيء؟ قهوه من دقات القلب ما حل. ما هي بتخلط دقات القلب سواء من القهوه او من غير شيء. فلا بتقطعي يعني؟ ايه بقطع، ما بقدر ركز، يعني بحس حالي انه القهوه ضروريه بالنسبه لي تخليني ركز. اول شيء بدنا نقول لك كمان الحمد لله على السلامه، كنت بالمانيا. ايه كيف كانت السفره؟ منيح؟ عملتي شوبينج اول شيء؟ لا ما في ابدا وقت للشوبينج، ما في وقت للشوبينج، كانت سريعه جدا. الالمان كثير دقيقين، ووصلنا يعني فيك تقولي بعد نص ليل، اجتماعاتنا بلشت 7:30 8 الا ربع. ما في مجال يعني، احنا على التويت اللبناني ما بيمشي الحال معنا. ترويقه ما ترويقه، ما في ترويقه ابدا. ما في شيء. ما في شيء. يعني بالاجتماع بناخذ قهوه، الحمد لله انه في قهوه. هو مؤتمر ديمقراطي، هو مؤتمر ديمقراطي للنساء. يعني كيف نحن من بلبنان ممكن نستفيد من هذا الشيء؟ هلا طبعا نستفيد من ناحيه التبادل، يعني احنا عم نتبادل الخبرات بيننا وبين النساء بالمانيا ونساء من مناطق اخرى، لانه كان في مشاركه كذلك من نساء سياسيين ومؤسسات سياسيه من بعض المناطق الاخرى، وبالتالي بتشاركي اليوم خبراتهم تجاربهم القوانين اليوم النافذه وكذلك شو عندهم معوقات. طيب ليه بس انت والنايبه ديما جمالي وعيني عز الدين والباقيين مثلا شو بها ستريدا فيك كنت تخدمها معكم؟ لا بعتقد انه كانت مدعوه بس يمكن هي اعتذرت عن الحضور. ما بعرف يعني هذا فريق سياسي هو دعا صراحة. ما عرفنا مين يعني إذا كانت دعوة للكليك يعني. لا لا أبدا، نحن عاملين كليك بالعكس، يعني كلنا تكون نساء لنقدر نشتغل سوا. لا نحن اليوم كل الفريق النسائي البرلمانيات بلبنان الحمد لله عم نشتغل بتعاون بالرغم من اختلاف يعني السياسي، ولكن بتجمعنا امور كثيره خاصه فيما يتعلق بالمراه. على فكره انا كثير مبسوطه لانه هي اول مره بستقبل نائبه معي سيده يعني بالبيت. بس انا كنت بدي اقول شغله، انه انا مره وانت مره عندنا هواجس، وهلا وخاصه هلا بالفتره لانه الاقتصاد يعني عندنا اثنين صار هلا تحذيرين. صح، تحذير من شو صار معنا تصنيفات وما تصنيفات وستاندرد اند بورز وفيتش، هول صاروا فايتين بعقلاتي من جوا باللاوعي بالباطن عندي، بس بدنا يفوتوا بعقل باقي الاطراف. نحن هيدا المهم. التحذير كمان اللي اجى من اجتماع بعبدا يعني كمان ورجع اجى دكان، خبريني ولوين رايحين؟ اكيد الكل يعني اليوم بيعرف انه الوضع الاقتصادي منه سهل، يعني نحن اليوم بوضع اقتصادي جدا سيء، وما لازم نتهاون بهيدا نحن مش اليوم عم نقول انه نحن بدنا نزيد سلبيه لنسمع ناس سلبيه، ولكن هيدا واقع ما فينا نستهين فيه. يعني اليوم تصنيف سواء فيتش اللي هو رجعنا لورا او تصنيف ستاندرد بورز، بالرغم من انه بقي مثل ما هو، ولكن عطانا مهله ست اشهر، وحاله الطوارئ اللي اعلنت ببعبدا وزياره دكان، هيدا كلياته مؤشر لازم ناخده على محمل الجد، وهيدا مش مجرد انه والله تصنيفات ونحن معودين هيك بلبنان، هيدا اليوم انذار كثير خطير. وهيدا معلش بذكرنا كمان نرجع لورا اليوم لما كان عندنا مثل بيقولوا تهديد مماثل من رئيس البنك الدولي السابق بعهد الشهيد رفيق الحريري وقت باريس 2، لما طلع وكمان حذر بانه اليوم نحن الوضع الاقتصادي يجب انه ننهض فيه. كان في لا ما مش بس هيك، كان صار في مناكفات سياسيه ادت انه انشل باريس 2، وشفنا البلد شو صار فيه اقتصاديا، وبالتالي اليوم نحن ما بقى عندنا مجال انه نتهاون بهذا الموضوع. يعني نحن اليوم هلا بدنا نشتغل فيهم. طب شو ما صار نحن اليوم للتصنيف ليش كمان طلع نحن ورجعنا عليه؟ لانه هذا نتيجه كذلك نحن عم نقوص على حالنا بحالنا. لما نحن بنحكي سلبيه عن بلدنا، نحن بنحكي بسلبيه عن اقتصادنا. لما نحن اثنين بيتخانقوا مع بعضهم، يعني حادثة أبر شمون بتوقف اليوم مجلس وزراء اللي هي سلطة تنفيذية. اليوم البلد بحاجة إلى كل يوم نقطة عمل، يعني اليوم إذا كان مجلس الوزراء بيشتغل بشكل أسبوعي، اليوم لازم يشتغل بشكل يومي و24 على 24. مثل ما عم تعمل مجلس النواب هلا، ما في فرصة. أكيد. نحن اليوم مجلس النواب جد عم نشتغل بشكل كتير مكثف. ليه؟ لأنه كمان بدنا نواكب الإصلاح اللي مفروض علينا. نحن اليوم مفروض علينا إصلاح، وبيان الوزاري هو أكبر إصلاح، ومؤتمر صادر هو الفرصة الذهبية لإلنا، ونحن بلشنا، ولكن بدنا نعطي هيدا المجال لمجلس الوزراء بأنه
يخطي خطوه بناحيه العمل. يعني انت بالمصاري كمان منك هينه، انت وصبيه كنت تضبي مصاري لحتى تسافري. ايه هلا ما عاد كنت تروحي انت وصاحبتي جودانيا وشو كده مع مين كنت تتعرفوا؟ مين شو كده خبرينا شو اخبار ما بدك تشرب قهوه؟ بنشرب قهوه اكيد. شو انا ودانيا ايه كل سنه سفره يعني منين كنت تجيبي مصاري؟ كنت تشتغلي بهيدا الوقت؟ انا كنت ولا كنت تدبي؟ لا لا ايه انا بلشت اشتغل من لما كنت رابع سنه حقوق. فتت بمكتب محاماه اللي انا اليوم المانجينج بارتنر لإله. والله بلشت هيك بالموسوعات القانونيه وايه ومن خرجيتي من بابا وبتعرف مدللين عند اهلنا، فكنت جمع وكل صيفيه ايه اطلع انا واصحابي. هيدي السفره غير السفره العائليه، انا بحب السفر، بحب هيك تظهري يعني تسافري تتعرفي على عادات بلدان غير، يعني مين ما بحب يسافر. بس هلا مع الحياه السياسيه رجعنا لورا، صار لي سنتين بطلت سافر الا باللي بوقت بيبعتوك الشغل اكيد. عندك اصدقاء كثير ولا سيركل تبع الاصدقاء تبعولك كثير ضيق؟ لا انا بحب العالم كثير وعندي اصحاب كثير بس طبعا ما فيكي تحكي يعني القراب كثير ليل، ومشان هيك عندي صديقه اللي هي من صديقه الطفوله يعني بالمدرسه محافظه عليهم، يعني اصدقاء الطفوله بالمدرسه ولا مش كثير؟ لا اكيد محافظه عليهم، بس هي اجمالا في صديقه واحده يعني اليوم اللي بعتبرها هي اختي او مرايتي دانيا، وهي شفناها على انستغرام وعيطتيها وانه انت هيدا اكيد يعني انا بعتبرها من اهل البيت يعني اخت لالي اضافه لاخواتي الاثنين. طيب اذا يعني هيك عم تحكي عن دانيا خبرتني انه كنت كثير 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 مشاغبه بالمدرسه كثير مش شوي، بس المشكله كانت انه الاساتذه ما كان انه عيني عيطوا عليك ولا حدا يقول لك شيء لانك كنت كثير شاطره. كيف كنت جمعتيهم هدول؟ حلو مشاغبه وشاطره يعني بنفس الوقت. انه ليش قاعده انه لازم يكون الشاطر بالمدرسه كثير هيك نيرد وثقيل وما يحبوا الناس او تقعدي باخر الصف كمان مع هدول؟ دائما المشاغب لازم يقعد اخر الباص واخر الصف. جربت دخان شيء مثلا بهالفتره؟ كنت دخن. والله كنت دخن ايه بهالفتره. بس كنت دخن لا ما بالمدرسه، لا بالتدخين بلش بالجامعه على درس المحاماه. ايه بس كنت مشاغبه كثير، بس لا بس كنت مشاغبه بس بتهذيب مش انه بتهذيب وما ياثر على درسي، كنت شاطره ما حدا قاله عليه. تنرجع على السياسه، طيب ليه ما بتشاغبي انت بالسياسه هلا؟ شوفي ولا بيحسبوا لك حسيت كانه بمجلس النواب نفسه؟ هلا شوي عاطيني هاي بالتشريع يعني انه بركي، بس بشاغب من وقت لاخر. هلا صح قاعده بالصف الامامي بس كتشاغب شوي عن قرب اكثر، عرفتي؟ بس عم شاغب بالطريقه اللي بيقولوا الايجابيه، يعني عم ثبت اليوم دور المرأة. يعني أنا اليوم تقل علينا كنائب دبل، لأنه اليوم أنت بدك تثبتي أنت كنائب أنه أنت عم تشتغلي بشكل جدي، وكم امرأة اليوم عندك أكثر ضغط تثبتي أنه لا المرأة اليوم جديرة أنها تكون بمركز النيابي، وخاصة أنه نحن مش جايين، يعني أنا اليوم وعدد من الزملاء جايين مش من وراء وراثة سياسية. يعني نحن اليوم جايين من باك جراوند أكاديمي علمي، أنا جاي من باك جراوند قانوني. وكنت تشتغلي مع مجلس النواب بمجلس الاداره والعدل كمان؟ اي اكيد من خارج المجلس. كنت من خارج المجلس على مدى سنوات طويله، كنت دائما مشرعه، وانت بتعرفي انه اليوم عمل النائب الاساسي هو التشريع. صح. يعني للاسف اليوم يمكن الطاغي انه عمل النائب اليوم صار خدماتي اكثر بغياب انت غير شيء دوب التريفه، فاليوم عندك العمل الخدماتي ولكن العمل الاساسي هو العمل يعني التشريع. انت الوحيده بالمجلس النيابي بين النساء، انت المشرعه كنساء وحيده مشرعه. اي انتم النساء بالمجلس مثلا عندكم جروب على الواتساب بتحكوا على الرجال تبع المجلس؟ لا لا عندنا جروب اللي هو لجنه المراه، وصراحة حتى مش كل الست نساء بلجنة المرأة، نحن مشاركين الرجال. أوكي. لأنه ما ننسى نحن كذلك بدنا دعم الرجل، يعني حتى دايما ما يفهمونا لأنه أنا هلأ عم بطالب بحقوق الرجل عم بفتح لجنة للرجل ولكن لا نحن بدنا الرجال كذلك يدعموا النساء، وصدقيني أنه في كتير رجال وخاصة من النواب هن من الداعمين لحقوق المرأة ولقوانين المرأة. ولا جروب نحن النساء عندك النواب كتير أكتر على الواتساب أصلا؟ يعني عندي ألوف. الله يساعد يعني. لأنه بدك الجروب الاجتماعي والعائلة، اليوم أنت نائب صرتي بدك تشملي كل شيء، وخاصة أنه أنا حاملة كمان هواجس حقوق الإنسان. ما ننسى اليوم نتالي، أنا سعيدة بشغلي كمان أني أنا بلجنة حقوق الإنسان. صح. حقوق الإنسان دائما بيعتبروها آخر الحقوق اللي بيطالبوا فيها. نحن دائما أول وحدة. والله لأنه هي دائما نحن عن جد بنقول لهم أنه البلد أكيد العالم ناس جيعانة، بدها الاقتصاد، بدها الكهرباء، بدها المي،
بس في عوامل انسانيه هيدي ما بتنشرها بالميل، بدك تنظري لها. فانا هاي الملفات اللي مسكتها بالنسبه لي رساله كثير نبيله، واللي هي رساله التعذيب بالسجون، رساله ذوي الاحتياجات الخاصه، حق التعليم للولد، هيدي امور لازم تطالبي فيها، العنف الاسري، المراه، في كثير امور الى جانب الامور التشريعيه الاقتصاديه كله بدك تعطيه اولويه، والحمد لله يعني مقلعين وان شاء الله بنقدر نكفي لقدام. برافو، نحن اصلا فخورين فيك. تسلمي. شو بيلهيكي اكثر شيء على تليفونك؟ شو في شيء ابلكيشن بتلهيكي؟ هلا بس الواتساب. الواتساب يعني ما انا ماني كثير. بس انستغرام مثلا مين بنزل لك صور؟ مش انت، حدا بيهتم بهذا الشيء؟ لا، عندي حدا بيهتم بس صور عصام ومع عصام مين بنزلهم؟ هدول انا بنزلهم. قلت انا مش هدول انا بنزلهم. انا بنزلهم لانه بيعطوني هيك سعاده. انا صراحه يعني شو بقول لك، يمكن فخوره بكل شيء وصلت له، بس اكثر شيء بالنسبه لي هو فخري اني انا ام لعصام. بس انه هذا كثير بسبب لي السعاده يعني. عصام اسمع، عصام عصام وعصام وعصام على هيدا عم تغنجي كمان على انستغرام، بكره بيجي بسك بقول لك مام شو عملت فيي، شو عملت فيي، كل العالم تعيط لي. لحد هلا ماشي هو بحب. لا عمره 10 سنين صار اسمع عمره 10 سنين هيك. ايه. ومنه هين والله، شامبيون بسبار، وقال بحب كثير الموسيقى كمان. بحب الموسيقى. اذا اجى يوم قال لك بدي اعمل فنان تخليه ولا لا؟ طنط ماما بدك انت تفوت على المجلس. ما قال لي. انا بفتكر هو اكثر شيء ميوله بده يكون لاعب كره قدم، يعني هو بالنسبه له الفوتبول هو الهاجس. اوكي. بس الموسيقى بحب كثير. بحب الموسيقى ايه بحبها، بس الهاجس تبعه اكثر بالرياضه. شفنا اجى زارك كمان مجلس النواب. يا لطيف. وفوتيه. هو اجتماعي. بحب الناس، لانه انا وزوجي كمان كثير اجتماعيين، فهو كثير اجتماعي، بحب يعني هيك كمان بحب القياده، برجو يمكن هيك قياده. بتشوفي له شيء مستقبل شيء بال يعني انه بالوراثه ولا ما منك من هيدا؟ لا لا، شو كفاءته يعمل. يعني احنا بالبيت اربع اولاد وبي مهندس، وكل واحد منا اختصاص، يعني ما حدا منا عمل مثل الثاني، ولا حدا منا كان بالحياه السياسيه، ولا حتى انا كنت اول محاميه بالعائله. فنحن ربينا على الكفاءه وعلى حريه الراي، وكل واحد منا عمل بثبت حاله، فالحمد لله نحن كل واحد يعني ثبت حاله بس عم ثبت حالك كثير، لانه انت كمان مالتي تاسك. كلهم بيقولوا عنك انه مثلا معقوله بتكوني قاعده مثلا عم تحكي مع الاسيستنت تبعك، بتردي على التليفون، بتتابعي الملف، بتحكي مع امك، بتسالي عن ابنك اذا درس الاجنده ولا. كيف فيك تلحق علي وهدول على الفرد اجر؟ هلا اجر ونص هيدي، مشان هيك شعرتها لاجري. اي مضبوط. شفناك عن جد كيف بتلحقي؟ شوفي، مجرد تنظمي. انا بحب التنظيم، بحب الترتيب، بحب بحس انه بقدر اعمل النهار طويل. لانه بعيده عن ابنك، يعني مش انه انت بعيده عن البيت وبعيده عن ابنك، يعني بتتابعي وشو بيعمل واي ساعه ودرس درسه. هيدا بالنسبه لي كثير مهم، يعني كمان بالنهايه انا عم بعمل شيء كمان لإله، كان يعني هو كمان يكون فخور بأمه وبالحياة، لأنه عن جد المرأة العاملة كتير مهمة لأولادها. وبنفس الوقت مش معناتها كمان تنثبت إنه المرأة العاملة هي بتهمل أولادها، لا أبداً. أنا ابني كتير سعيد مش محروم منك، مش يعني محروم ولا مرة إجي أقول لك يعني إنه ما عم تكوني أكيد بالبيت. أكيد ما فيني إجي أقول لا، بس يعني بالمناسبات بيشتغلي أكيد، بيشتغلي وأنا بشتغله أكيد. هو بيعتبر أيام إنه في كتير عائق إنه هو ما عم بقدر أكون معه بكل الأوقات، بس صدقيني بالأوقات الأساسية والضرورية اللي أنا أكون فيها معه أنا عم بعطيه وعم بنقل. بقدر اجيب له اخت وخي وهيك؟ الحمد لله سبا سبا ماشي الحال. مش فاضيين لانه مش فاضيين. اي لا، بس الحمد لله هو سعيد وعنده رفقاته، وبعتقد انه بالعكس هو يعني فخور بهيدا الشيء، والله يحميهم يعني. ايه عن جد الله يحميهم. طيب اذا كنت معزومه على شيء عشاء سياسي ووصلوا هيك وحطوا لك قدامك طبق دجاج، شو بتعملي؟ صارت معه حتى ببرلين. شو عملتي؟ حتى ببرلين يعني كان بعد جوع نهار الصحن الاساسي كان دجاج. شو بتعملي بهيك موقف؟ ما بتاكل دجاج؟ ما بتحب الدجاج؟ ليش؟ خلص بعتذر. شو بها هالدجاجة؟ ما حطوها دجاجة. ما بعرف، ما من صغري ما بقدر، حتى ما بقدر شم ريحة دجاج يعني. الله يشبعنا. ما في ايه بس ما في شيء مثلا انه صار شيء حادثة معينة ما بتذكر يعني. بجوز كثير انا وصغيرة يمكن ما حبيتها وبعدين ما عاد حبيتها، واكثريتنا بالبيت ما بنحب الدجاج. بس بتاكل سمك كثير؟ بتحب السمك؟ كثير بحب السمك. ايه بفضل. بتحب الشوكولا؟ هلا قلتي لي انت كمان انا بحب الشوكولا. انا حاولت غض النظر يعني. هدول بنهار يعني بتلجأ للشوكولا لحتى تعودي. مشكلتي ايه انه ما عم بيكون عندي وقت نظم اكل، واذا بتشوفي انه انا بدي لحق كل هاي الامور وعندي كثير لجان انا بشارك فيها، ومكتب المحاماة ما زلت اعمل فيه يعني كمكتب واجتماعيات، فبين الاجتماع والاجتماع بدي انرجي.
فمقديتها على الشوكولا. ما الشوكولا كمان بنصح الشوكولا، هي اول شغله. وين سبور كنت تعمليه على المناره انت ودانيا على بكره تروحوا تتمشوا او تركضوا؟ ما كثير تذكريني بهالايام. ما فيني بدي اذكرك على القليل لاقي ساعه لكن لسبور اذا فيك تلاقي وقت لكل شيء. اي بس ما بتعرفي انت ما بلاقي وقت لحالي، يعني بالنسبه لإلي لازم كل شيء لغيري، مهم امن كل شيء والكل اللي حوالي يكون سعيد اخر شيء انا، بس طلعت فيني لا انا مكتئبه هلا. ايه روحتي مثلا. شو برجك عم؟ حوت. الحوت. برج الحوت. يعني شو مواصفاته؟ هيدي المرأة الحالمة الرومانسية اللي بتحب بصري. الناس وبتعطي أكثر حالمة من رومانسية بتاخد. بشرفك جوزك شو أي متى بتفضي له؟ ودع يعني خلص استسلم للأمر الواقع. طيب إذا كان عندك شي ساعتين فراغ أي. ما عندك فيهم شي، عن جد ما عندك فيهم شي، شو بتعملي فيهم؟ بشوف عائلتي، يعني بشوف ابني وماما وبابا، يعني ما بحب أجي على العائلة. وخلصتي وكل شي؟ شو بدي اعمل ساعتين؟ ما ولا ممكن يكون عندي ساعتين بشتغل فيهم، ما ولا ممكن بخترع شغل. يا شغل يا العائله، فهيدا هو. تجميل ما تجميل وهيك ما بتنتبهي على حالك، بوتوكس ما بوتوكس؟ لا بتعرفي ولا مره عامله، ما حدا بيصدق. بتعرفي اللي بقول لك كمان شعرك طويل هيك اطول. ايه انا بحب شعري طويل. ايه كان كاريه بس اول ما كان. ايه كان شوي هيك اقصر من هيك. هيك رح تخليه هيك. ايه كم مره بتسوي شعرك بالجمعه؟ يوم ايه يوم لا بسوي شعري. ايه ما بيسوى كمان. طب شو بتعملي عندك اجتماعيتك تكوني مرتبه؟ شوفي انا بحب الترتيب بس مني مهووسه تجميل، يعني انا صرت بالعكس بستحلي انه واحد يبين عمره والكبر، يعني صرنا عن جد نشوف حدا مضبوط عمره كبير. انا فخوره باللي انا فيه، ولا انا ما بعمل اي شيء تجميل، بحافظ على حالي. انت بتعمل يعني ميك اب لحالي؟ انا بعمل ميك اب لحالي، تعلمت ما كنت اعرف. هلا من وقت مجلس النواب صرت بحمل معي شنطه ميك اب وبتاخذيها معك انك تكون مرتبه. بس انا هيك بحب كون يعني طبيعيه سمبل، وحتى لو برز شوي تجاعيد ما علي ببين عمرنا. يعني شو رايك هلا اذا انا وياك هيك بنروح نعمل لنا شي ساعه سبا، بننتبه شوي على جسمنا، شويه مساج ما مساج وهيك؟ عبالك هلا؟ يلا هلا بدنا نعمل. ايه؟ ما في وقت بلا في وقت في يلا. وقت في يلا. وقت يلا يلا لتعملوا سبسكرايب كبسوا هون، ولتحضروا المزيد من حلقاتنا تلو اون ذا كاوتش كبسوا هون كبسوا هون كبسوا هون.